أعلنت إدارة نادي الشباب منحها مخلصة نهائية مع الحارس وليد عبد الله، حيث سيبدأ اليوم أول تدريب له مع فريقه الجديد نادي النصر كلاعب هاون خلال الفترة الحالية وحتى نهاية الموسم. رفضت لجنة المسابقات الطلب المقدم من ناديي الهلال والفيصلي بتقديم مباراتهما وتثبيت موعدها عند 8:15 مساء يوم الخميس. تأكد وبصورة رسمية غياب نواف العابد عن لقاء الفيصلي في دوري جميل بعد عدم قدرته على تجاوز الاختبارات اللياقية وجاهزية الفرج. تأهل نادي الفتح إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بعد تخطيه نساف الأوزبكي بهدف نظيف في مباراة الملحق، وبذلك ينضم إلى المجموعة الثانية التي تضم أندية الإخوية القطري والجزيرة الإماراتي واستقلال خوزستان.